أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله وعليكم وبركاته، السلام. أهلا وسهلا بك أبو محمد. الله يسلمكم، عظم الله أجورنا وأجوركم. مصاب سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وعظم الله لكم الأجر أخي أبو محمد. أبوي أنا ما أبي أتداخل، لأن ما شاء الله علمائنا واصل فكرهم أعلى من أمثالنا إحنا. بس اللي أحب أقوله، أرجوكم عدم استعمال التقية، عدم استعمال التقية. يعني لنفرض قبل شوي الشيخ عصام قال بأن معاوية لا نعرف من داخله إيمان ولا ما إيمان، فالكلام هذا غير معقول وغير مطابق لمعاوية بن أبي سفيان شارب الخمر. إحنا نقدر نقول أن معاوية لا نعرف في داخله؟ الظاهر واضح، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأنه ناصبي معادي لمحمد وآل محمد، وما فعله معاوية كان جرم وإجرام بحق كل الإسلام. فأرجو منكم، أرجو منكم عدم استعمال التقية. خلاص التقية انتهى، زمن آل محمد الآن، أخ أبو محمد. والقنوات قنوات محمد شكرا، وآل محمد. شكرا جزيلا لك. يعني حاضر، أرجوكم، أرجوك. حاضر، شكرا جزيلا لك أخ أبو محمد. ولكن كان حديثنا مع فضيلة الدكتور